خليني اقول لكم بقى من خلال السوشيال ميديا وتعليقات مهمه جدا من خلال السوشيال ميديا. الشيخ او المستشار تركي آل الشيخ رئيس النادي الشرفي النادي الاهلي الشرفي بيهنئ النادي الاهلي، ويمكن على تويتر بيتكلم وبيقول خالص التهنئه للنادي الاهلي المصري وجماهيره بفوزه بكاس السوبر المصري. امامنا على الشاشه على تويتر الخاص طبعا بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس النادي الاهلي الشرفي بيقول خالص التهنئه للنادي الاهلي المصري وجماهيره بفوز كاس السوبر المصري. يمكن ده خاص بتركي آل الشيخ المستشار تركي آل الشيخ. زي ما قلت لحضراتكم ايضا الاعلامي الكبير استاذ عمرو اديب بيتكلم على ايضا تويتر وبيقول نشعر ان الاهلي ياخذ البطولات بالامر المباشر، يعني لو ما كانوش سافروا العين كان الكاس هيبعت لهم او هيروح لهم على الجبلايه. مبروك الاهلي على السوبر. طبعا تركي المستشار تركي الشيخ رد عليه على طول على طول وقال له من نارك. طبعا يعني دي مداعبه من الاعلامي الكبير عمرو اديب وايضا مداعبه من المستشار تركي الشيخ لتويته الخاصة بالإعلامي عمرو أديب. حاجة جميلة جدا، يعني ده دائما نبقى سعداء وكل الناس سعداء حتى المش أهلوية بيباركولك وعارفين قدراتك الكبيرة في حصولك على البطولات. نجومنا طبعا ونجوم النادي الأهلي المحترفين اللي كانوا موجودين واحترفوا في الخارج رمضان صبحي على تويتر أيضا بيتكلم وبيقول الحمد لله مبروك يا رجالة. دي حاجة أيضا حاجة مميزة من رمضان صبحي ومتابع دايما فرقته باستمرار. مبروك طبعا لينا كلنا ورمضان صبحي ربنا يوفقه. يمكن السوشيال ميديا في تفاعل كبير جدا جدا من جماهيرنا على تويتر وعلى الانستجرام وعلى صفحتنا طبعا على الفيسبوك. طبعا مجموعة كبيرة جدا من جماهير النادي الأهلي بتبارك. يمكن لو قلنا أساميهم احنا عندنا تويتات كتيرة وكومنتس كتير جدا على الفوز النهارده، بدايه من الهدود والف الف مبروك، ايضا امل الحياه الف مبروك يا اهلاويه رجاله رجاله وربنا كرمكم، ايضا اسلام محمد الف مبروك، سعد قمري الف مبروك للاهلي، شمس النهار الحمد لله مبسوطه كتير كتير بالفوز، ايضا ابو نوره بيقول الف مبروك يا اهلاويه، ورضوى محمد احلى نيران صديقه قصدها طبعا على حارس المرمى لما غلط في الكره بتاعت وليد ازارو واحرز منها هدف الفوز. ايضا شعبان شيكو بيقول الحمد لله. حسن الصبري بيقول مليون مبروك لرجاله الاهلي وخصوصا ازارو. ايضا فوزي ابو فوزي بيقول بحبك يا اهلي طول عمري بحبه والاهلي كبير وان شاء الله الدوري للاهلي. محمد فريد هاشم بيقول الحمد لله، وسعيد رضا بيقول الف مليون مبروك. ورد